شاركت في صياغة درامية، كلمتني سوسن جمني وقتها، معناها وقتها هي في بداية الكتابة وصلنا به العشرين حلقة، ومن بعد في الديالوج أنا ما كنتش نجم نكون موجود بحكم الالتزامات تاع كينيا ما كانش، وهي زادة عندها فكر آخر زادة في الديالوج، وسوسن عارفة روحها شنية تحب بالضبط، دونك باش ما نخسروش برشا وقت كملت سوسن الخدمة. دونك نحيي ليكيب الكل بيان سور، أنا كانت عندي فكرة على السيناريو ما كانش عندي فكرة على التنفيذ، نتفرج كيما العباد الكل، لكن بيان سور فرحان بالريزولتا نتاع فرحان بالريزولتا. من المفروض كان دورك هو دور جوزيف اللي يلعب فيه النور دو اليوم. اي ما مش هذاك لو ديتاي، انا نشوف اللي انا تو نشوف لي بيرسوناج الكل نشوفهم بساميهم هذوك هكا، هو ما عادش نجم تخيل اوترومون الحقيقه. نور يعني بالنسبه لي يحيى نضال سعدي، جوزيف هو النور، نور دو سليم هو ياسين، سليم هو ياسين، واميره الشبلي دره، وسهير هي ريم، وهذوكم لي بيرسوناج الكل نشوف فيهم هكاك الحقيقه، ما عادش نشوف اوترومون، خاطر الناس الكل الدولي عليهم واكثر، وبرافو للممثلين سونز اكسبسيون معناها في العمل هذا. معناها شنو اكثر عمل شدك؟ هاني قلت لك الفوندو يقعد عندي عليه فكره معناها من السيناريو، معناها نعرف شكون قتل مريم؟ بالطبيعة ما نقولش. حبيت ناخذك على خدره هكا. جامي دو لافي، جامي دو لافي، هذاك تعرفوه في اخر حلقه. تعرف وما تقولش احتراما للسيناريو ولا ما تعرفش؟ بيان سور نعرف وما نقولش. نعرف وما نقولش طبعا، نحترم. ما نقولش وبيان سور هذا ما يخص كان الناس اللي خدمت في العمل، ونسلم على ليكيب الكل اللي خدمت في العمل. نعرف